القسم الثالث من حفلة كاليون الأوائل أذيع عصر الجمعة 8 أيلول عام 2000. مقام العرفة من المقامات المفرحة والطربة والراقصة أيضا. فهذا المقام يتعامل مع إيقاع الوحدة 4 على 4 ويغنى بالقصيدة العربية الفصيحة. وهناك مجموعة من القطع والأوساط تدخل في مقام العرفة، وهذه هي الأرواح العشيش الجبوري الحسيني الدشت الزازة. يقدم لنا هذا المقام مقام العرفة المطرب القدير عبد الملك الطائف. صبرا فخاذر أنت
عني خذوا وبيقتدوا وليسمعوا وتحدثوا بصبابتي بين الورى يا رب الحبيب وبيننا سر أرق من النسيب إذا سرى ولقد خلوت مع الحبيب وبيننا سر أرق من النسيب إذا سرى دلم دلي 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 أخخخ Oh,